لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين